السلام عليكم، انا محمد نصرو. انا خويا هذا الماتش ما كندخلوش دابا، صوت فاضت من لهنايا. هذا الماتش اخويا خاين، زعما فيه ما يتشاف. هذا الماتش هذا طوبات سرق الزيت، القطوط، الفيران، الكلاب، بحال شي بحال تقول ماشي في المغرب هذا الماتش، بحال تقول شي دوله خارج العالم كاع. راه ما كيجي لهنا الحمق، الماتش موسخ بزاف كاع، الماتش موسخ خانز. خصك تدخل هنا بالكمامه. وشكرا، وكنتمنى من السلطات المحليه تكلف بهذا الماتش، راه حشومه المدينه بحديث فيها مارشي خانز، حشومه كاع. السلام عليكم، تنشكركم على هذه الالتفاته وعلى هذه الزياره اللي قمتوا لنا لهذا المكان باش توصلوا الصوره ديالنا للمجتمع المدني على المعاناه اللي سنعانيو في هذا المارشي. درنا المستحيل باش نزينوا هذا المارشي، قمنا بهذا الزلج ديال المارشي، قمنا بهذا القصار، حاولنا نقدوا الدخله ديال المارشي، درنا المستحيل لان جا في الواجهه. والمارشي انتم يعني تشوفوا الحاله ديالو المزريه اللي وصل لها في هذا الوقت، انتم تشوفوا كل شيء ولا تيقطر علينا، انهم اضطروا باش يبنيوا الفوقي، شي فوقي ما بناوه، المسائل حنا تنعانيو وتنقاسيو. المحلات دابا كلشي تيتصرب علينا، الماء اللي تجي لوقيته ديال الشتاء تتولي الفوق السطح عباره عن بركه، داك الماء كله تيتصرب لنا المحلات لتحت، ولينا خوفانين على الارواح ديالنا. كاين الضو، كاين المسائل، شحال من مره البنت تمشي غير باش تطفي الرتاحه ديال الضو تيضربها الضو، ولينا تيدخل مع الحيوط، لان السطح داك السطح الزبت كله كانوا زولوه باش على اساس انهم يبنيو الفوقي. شوفوا قيمه تبنى، بقات الامور هكا مهمشه. هذه مدة تقريبا دابا ثلاثة د المجالس اللي دازو هنايا، وكل مجلس فيه 4 سنين، وحنا تنعانيو، والمجلس اللي جا تيعطينا الوعود اننا غادي نصلحوه، اننا غادي نديرو هالبلان هالمارشي كيفاش غادي يكون، حتى شي حاجة ما شفنا من داك الشيء. الكراسي تتراكم علينا، المسائل تتراكم علينا، الناس حتى المارشي هانتا تتشوفوا، حتى الكليان ما بقى حتى شي واحد يدخل لهذا المارشي. حنايا تنقاسيو، متبوعين بالكرام، متبوعين بالضرائب، متبوعين. دابا الناس اللي عايشه على برا، اللي عندهم غير داك الاسواق النموذجيه، عايشين خيار منا، كلشي متوفر عندهم، ما تيخلصوا كرا وعايشين بخير. حنايا في وسط المارشي تنقيلوا النهار كامل جالسين، ما شوف واش تسفال ولا ما. الحلاوه وصلتنا للعظم، ولينا تنقاسيو في هذا المارشي. هذه تقريبا هذه دابا شي 12 عام وحنا تنعيشوا هذا المشكل هذا. ما درنا شكايات، جلسنا معاهم، صافي تيوعدونا بالوعود، احنا هذا المارشي غادي نتوصلوا، غادي نلقاو لكم ليلو شي حل، وشي حل ما كاين. احنا مازالين تنقاسيو وتنعانيو. هذاك الشيء كله تيتسرب لا عندنا، لان ما كاين لا سوار لا حتى شي حاجه، الفوق السطح جا عريان، القبات اللي كانوا تزولوا داكشي كلشي تيهبط لنا. وراك تتعرف بنيات عندنا المواد الغذائيه عندنا تحتاج النظافه. دابا وصلت لنا العدم، ما لقيناش كيفاش نديروا المارشي، ها كلشي حنا تنحاولوا نصلحوا، نديروا اي المستحيل، حتى من لونكارات نخملوهم كلشي نصوبوه غير باش نتوصلوا ان شاء الله تحسن الوضعيه ديال هذا المارشي. حنا ما تنطالبوا بحتى شي حاجه، تنطالبوا غير بالاصلاح ديال المارشي، يشوفوا لنا مع شي حل، ما يخليوناش عايشين في هذه الحاله المزريه. حنا راه حنا تنعن تنتمنوا من الله يديروا واحد الالتفاته لهذا المارشي ويضربوا فيه الفقد، ويشوفوا لنا معنا شي حل في هذا المارشي، ما يبقاش في هذه الوضعيه هذه. حنا تنعانيو بزاف من هذا المشكل. دابا حتى الكليان وانت تعرف بنيات المارشي راه شي حاجه، البراني اللي جاك للبلاد اول حاجه تيقصد المارشي، ويجي يلقى المارشي في هذه الحاله بحال داك الزوار، بحال تنقولوا لهم سيروا هذه البلاد راه من عادم فيها كل شيء. يخاف دابا تدير غير السد العشيه ما كاينه لا اناره لا ضوا، وتيولي عباره بحال دخل شي فندق ولا شي كوري. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم كما كتشوفوا المنظر العام ديال الدخله ديال المارشي، يعني هذه الدخله كيفاش كانت في واحد اللحظه، يعني الناس ديال صفرو راه كيعرفوا الدخله ديال المارشي كيفاش كانت، يعني كانوا الحاويات ديال الازبال هما اللي كاينين في هذه الكره هنايا. يعني كنا كنعيشوا في واحد الوضعيه مأساويه، يعني الروائح الكريهه، الدبان، المهم الناس ما كانوش كيقدروا يدخلوا للمارشي، يعني وضفرت الجهود ديال التجار ديال المارشي البلدي وتعاونوا، هما اللي صوبوا الدخله ديال المارشي، وتعاونوا مع المجلس السابق، يعني بعد عده محاولات باش يعني تهزوا داك لي باك اللي كانوا هنايا ديال الحاويات ديال الزبل، يعني توصلنا لواحد النتيجه بعدا نسبيا، ان بعد الدخله ديال المارشي بدينا حاولنا يعني نقيوها، يعني دابا تنقات شويه الحمد لله.
اما فيما يخص بالنسبه للمشاكل اللي عانوها الناس بالنسبه اللي كيبيعوا التجهيز المنزلي في الدخله ديال المارشي، يعني حنا في الصباح كنعانيو مع التدخال ديال الدجاج، يعني كنبقاو حتى ل 11 12 وحنا يعني مع الناس اللي كيدخلوا السلعه ديال المارشي، يعني وفي العشيه عاوتاني كيجينا الكاميو اللي كيهز الازبال، يعني كيبلاصي لهيه، يعني العشيه كلها وهو شادنا البلاصه. يعني المهم في هذه البلاصه هذه كنعانيو بزاف، لان البلاصه كتنزل في الصباح السلعه وفي العشيه كتهز الازبال زياده على ديما، يعني كنعانيو مشاكل كبيره بزاف في هذه الكره هذه، زياده على ان هذه البلاصه هذه يعني فين ما كان كيكون شي اصلاح ديال المارشي ولا شي حاجه، يعني الرمله ولا الحجر ولا هذا كتنزل في هذه البلاصه هذه. وانتم شنو كتبيعوا هنا؟ حنا كنبيعوا التجهيز المنزلي، الاثاث المنزليه، كنبيعوا التلفازات، كنبيعوا الثلاجات، كنبيعوا الفران، كنبيعوا جميع المسائل ديال التجهيز المنزلي الالكتروميناجير. يعني السلعه كتكرفص، يعني الا لاحظتي يعني كنا كنديروا غير تريه بحال دابا، تمنعنا من تريه ما بقيناش كنديروها. علاش؟ لان جينا حدا المارشي يعني كاين الدبان بزاف كيفسخ التريه، التريه ب 40000 ريال ولا 50000 ريال الكليان الا جاوا جبرام مكرفصه، راه ما غاد يعني بحال كتبيعها في الاوكازيون ماشي كتبيع جديد. زياده على المارشي اش كنقول لك، انت كتشوف الحاله كيفاش دايره، يعني هادشي هاد الصباغه وهادشي اللي كتشوف كله مجهود ديال التجار، يعني ما كاينش هذا ديال المجلس ولا شي واحد اللي عاوننا فيه ولا شي حاجه. يعني بالخصوص يعني كنقول لك الناس اللي كانوا هنا كيمارسوا التجاره، يعني راه العدد منهم اللي بدل البلاصه ما بقاش هنايا، يعني الغالبيه الناس كلهم خوه من هنا. علاش؟ لان كيتراكم عليهم الكراد الضرائب هذا ما كيصيبوش باش يخلصوا، يعني خوهم مشاو بحالهم. ولهذا كاين الناس دابا بحال دابا في المارشي اللي يعني وصلنا 34 حاله اللي عندها الاداء والافراغ ديال المحلات، وكنطلبوا من المسؤولين الله يجازيهم بخير يراعيوا الحاله ديال المارشي والناس ديال المارشي، زياده على ان المجالس السابقه كلها يعني دارت الصلح مع الناس، يعني في الدوره داز على ان دار الصلح مع الناس يعني باش يسويو معاهم المشكل. فبينما كنلاحظوا غير كيمشي المجلس اللي دار معك الصلح كيجي مجلس اخر كيقول لك لا داك الشيء اللي دار معك المجلس ماشي قانوني، كنبداو اللعب من جديد. يعني ما بقيناش كنعرفوا حنا مع من كنتعاملوا، يعني اللي عنده الصح من اللي على صواب مع اللي على خطا، يعني خصي تخاد بعين الاعتبار. يعني هاد الناس، هاد الناس راه كيتلعبوا بالمشاريع المشاعر ديالهم، يعني الناس راه كتكرفص، اليوم درنا معك تسويه غدا لا راه ما كاينش من هاد الشيء، يعني هذا راه مشكل خطير. يعني هاد الناس يعني هادي من 2005 والناس في هاد الحاله هادي، يعني 18 سنه هادي 18 سنه والناس كتعاني. ولهذا كننادي والمسؤولين باش يشوفوا من الناس ديال المارشي بعين الرحمه، راه كتعرف الظروف اللي دوزنا، يعني سدينا 6 شهور في كورونا، ومن قبل كورونا فاش كان كيتصلح المارشي عاود واحد 4 المراحل وحنا كنطرقوا زياده على حنا هنا في الدخله ديال المارشي، يعني الحاله ديالنا راه ربي اللي عن بها، لان حنا الحرفه ديالنا ماشي بحال يعني كتشري السلعه في الصباح وفي العشيه كتبيعها، حنا عندنا السلعه راه كتستمر، يمكن كتشد الراجل كتبيع معاه وتشري كتعطيه الثلاجه، يمكن كتعامل معاه بالكريدي، يمكن كتقسمها له على 6 شهور ولا 7 شهور. فيعني مني كيجي الظرف ولا شي حاجه يمكن حتى انت راك ضيعتها في ذاك الكريدي، حتى الكليان ما كيبقاوش يستطيعوا انهم باش يخلصوا، بالخصوص الجائحه ديال كورونا اللي دازت. فحنا كلشي كيعاني بالنسبه للتجهيز، اكبر معاناه كنعانيوها راه يمكن 50 درهم كنحتاجوها هنا في السوق كنقلبوها عند جيران 50 درهم، يعني واحد بغى يخلص الضو ولا الماء ولا عند مرض ولا شي حاجه، عرفتي ما كنجبروهاش، انت كتشوف السوق ها الحاله تعطي الخبره، ما كيدير البشر ما كيمشي ما كيجي والو، يعني كاين اللي ما كيسفرش هنا بال10 ايام بال15 يوم بالنسبه للناس ديال التجهيز، يعني كنعانيو. رساله للمسؤولين الله يجازيكم بخير، شوفوا بعين الرحمه في المواطنين، المواطنين راه عياو بزاف بالخصوص في هذا السوق ديال المركزي باب مربع، الله يجازيكم بخير.